محاضرة من مكتبي في جامعة تافتس بالولايات المتحدة، وأعتذر مسبقا عن عدم قدرتي على الحضور في مؤتمركم الغني والمهم، وأتمنى لكم جميعا مؤتمرا موفقا. وأود أن أبدأ بتوجيه الشكر للدكتور بشير بن جلون وللقائمين على أعمال هذا المؤتمر على دعوتي للمشاركة فيه للمرة الثالثة. وعنوان محاضرتي اليوم هو تدريس الطب في مصر في القرن 19، وسأتلوها عليكم باستخدام بعض اللوحات الإرشادية. في متحف لتاريخ الطب في القاهرة توجد لوحة تصور أول درس للتشريح التعليمي في مصر، وقع ذلك الحدث الفاصل في عام 1827 في مدرسة الطب التي كانت قد أنشئت في أبو زعبل شمال شرقي القاهرة، والتي ستعرف لاحقا باسم قصر العيني عندما انتقلت لموقع جديد غربي القاهرة يحمل هذا الاسم عام 1837. تصور اللوحة بثة ذكر أسود مسجاة على منضدة تشريح تتوسط مدرج كبير نصف دائري، كتبت على جدرانه بخط عربي واضح أسماء أطباء إغريق ومسلمين مثل جاليموس وجابر بن حيان وأبو قراط وابن البيطار وغيرهم. بجوار منضدة التشريح يقف طبيب معمم مرتديا ملابس شرقية، يشير بيد إلى الجثة وباليد الأخرى إلى هيكل عظمي معلق بجواره، وكأنه يشرح البنيان الداخلي لجسم الإنسان. وفي الخلفية يجلس ما يقارب 100 من الطلاب المعممين مثله، مصغين بانتباه لدرس التشريح. وتحيط بمنضدة التشريح مجموعة من رجال الدين في حالة من التركيز والاهتمام العميق، ويبدو أحدهم منحنيا فوق الجثة، ويقف ضابط عند قدمي الجثمان، بينما يقف جندي مسلح حارسا على مدخل القاعة. اللوحة مثلها مثل الحدث الذي تخلده فريدة من نوعها، ويصعب وضعها في سياق تاريخ الفن بشكل ييسر فهم ما قصده الرسام منها. ولكن عند مضاهات لوحتنا المصرية باللوحات المبكرة في عصر النهضة الأوروبية التي تجسد دروس التشريح، وخاصة تلك الدروس التي تمت في مدارس الطب الإيطالية، فإن عنصرا أساسيا ومركزيا يطرح نفسه كتفسير محتمل. هناك في قلب تلك اللوحات الأوروبية التي رسمت على مدار قرون حوار مستمر، إن لم نقل توتر مستمر، بين الجسد الذي يتم تشريحه والنص الطبي الذي يتلوه المحاضر الجالس على منبر مرتفع. ذلك النص الذي يرجع أصله إلى الطبيب الإغريقي جالينوس في القرن الثاني الميلادي. ويمكن القول إن ذلك التوتر كان مبعثه سؤالا مركزيا: من له القول الفصل، النص أم الجثة التي يتم تشريحها؟ هل يمكن للنصوص الطبية أن تفسح مكانها للمعاينة المباشرة والحسية لجثة يجري تشريحها؟ أم أن دور التشريح الجثة يقتصر على إثبات صحة تعاليم الأولين؟ للمفارقة، فإن لوحتنا المصرية لا تتضمن أي إشارة صريحة إلى أي نص سابق باستثناء أسماء أعلام الطب القدماء التي تزين جدران القاعة. لكن قلب اللوحة يجسد إشارة موحية، وإن لم تكن جلية للعيان لأول وهلة، إلى توتر قائم بين الجثة والكتاب بألف ولام التعريف. في اللوحة المصرية تحيط بالجثمان مجموعة من رجال الدين، ويروح أحدهم بيديه مكتما بما يدور أمامه. وخلافا لمشهد التشريح الأشهر في لوحة فيسانيوس التي زينت الصفحة الأولى من كتابه The Humani Corporis Fabrica، فلا أستاذ التشريح ولا الجثة التي يجري تشريحها
هما اللذان يحتلان مركز الصدارة في اللوحة المصرية، وإنما تحتل مجموعة من المشايخ قلب المشهد، وصورهم الرسام بطريقة تجعلهم يحجبون البثة عن نظرنا وعن نظر الطلاب، البثة التي يفترض أن تكون مصدر المعرفة الحسية بالهيكل الداخلي لجسم الإنسان. وهكذا يقف الدين حائلا أمام التشريخ والعلم. هذا التفسير للوحة الذي يعترض فيه الدين طريق العلم يكتسب مصداقية أكبر عندما نعرف أن اللوحة منقولة من إحدى مؤلفات الدكتور أنطوان بارتليمي كلو المؤسس الفرنسي لمدرسة الطب، أو كلوت بي لو استخدمنا الاسم الذي اشتهر به في مصر. فبالرجوع لواحد من أوائل مؤلفات كلوت بي نجد بالفعل أصل هذه اللوحة تزين كتيبا صغيرا طبع في مرسيليا غالبا في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر. كان دكتور كلو قد وفد إلى مصر في أواخر عام 1824، وفي مقابلة هامة مع حاكم مصر القوي محمد علي باشا كلف بمهمة إنشاء مدرسة للطب حتى يتسنى للباشا تكوين خدمة طبية لجيشه الذي شرع في تأسيسه عام 1822. وكتب الطبيب الفرنسي في مذكراته أنه أوضح للباشا أن تعليم الطب كما يراه لابد وأن يقوم أساسا على تشريح أجساد بشرية، وقد خاب أمله حين تلقى أمرا صارما قاطعا بعدم المساس بالجثث. ولم يتردد الطبيب الفرنسي في استخدام كل مهاراته السياسية والبلاغية لتجاوز تلك العقبة الكؤود، وسرد تلك المحاولات في مذكراته. يقول: كان أملي أن أتغلب يوما على هذا الموقف المعقد، رغم أنني لم يخفف علي تقزز الطلاب الواضح ولا المعارضة المتشددة من جانب المشايخ الذين حاورتهم طويلا حول ذلك الموضوع. كرست جهدي لكسب ثقة شيخ الإسلام العروسي، وهو مسؤول كبير عرف بالتقوى في أرجاء البلاد. ولكن عندما حدثته عن موضوع التشريح التعليمي لم يتنازل قيد أمولة. ويضيف كلوبي أنه استخدم كل مهاراته التفاوضية للتغلب على معارضة رجال الدين، وكتب في مذكراته يقول: أخيرا نجحت في الحصول على موافقة ضمنية على تدريس التشريح بشرط أن أفعل ذلك سرا وخفية. ورغم الطابع المثير لهذه القصة، قصة عالم أوروبي عقد العزم على اكتساب ود المشايخ وعلى التغلب على معارضة طلابه للتشريح التعليمي، فإنها تثير العديد من التساؤلات، أهمها عن طبيعة المدرسة الطبية المصرية وطبيعة الطب الذي كان يدرس فيها. بشكل أكثر تحديدا أتساءل هنا عما إذا كان وصف قصر العين بأنه مؤسسة طبية كولونيالية وصفا دقيقا. كما يحق لنا أن نتساءل إذا كان من الصواب النظر إلى كلوبي كمسؤول كولونيالي، أو وصف الطب الذي استخدمه في مصر بأنه طب كولونيالي. ما الذي يجعل الطب يحمل صفة الكولونيالي؟ متى وكيف أصبح الطب كولونياليا؟ عمل قصر العين كنقطة التقاء يتم الحصول فيها على الأفكار الأوروبية ونشرها بعد ذلك، بل دفع تلاميذ كلوبي المصريون مرارا وتكرارا في ترجمتهم العربية للكتب الدراسية الأوروبية بأن محمد علي بإنشائه لمدرسة طبية حديثة لم يكن يسد الهوة الفاصلة مع الغرب، ولم يكن يسعى للحاق بأوروبا، وإنما كان يقوم ببعث وإحياء علم كان قد اندرس رسمه وانمحى من بلادنا أثره واسمه بعد أن كانت له ولغيره ينبوعا أصليا ومخزنا للدخاره غنيا مليا، كما قال أحمد الرشيدي أحد تلاميذ كلوبي
في مقدمة كتاب فرنسي عن أمراض العيون ترجم وطبع في بولاق في عام 1840 بهذا العنوان ضياء النيرين في مداواة العينين. هناك عقبة رئيسية تمنع المصريين في القاهرة أو في غيرها من مدن مصر من تبني عادات أكثر صحة أو من العيش في بيئة أكثر سلامة، صحة بإمكانية تخلي الفقراء عن الممارسات غير الصحية وتبنيهم لممارسات أكثر صحة ونظافة. ونرى في أي من هذه الكتب طبيبا يشكو من تشبث الفقراء بعاداتهم غير الصحية، بل على العكس من ذلك كثيرا ما أشار الأطباء إلى سرعة تقبل الفقراء لطرق العلاج والوقاية التي ثبت نجاحها. على سبيل المثال أوضح أحد الأطباء أن جميع سكان حي السيدة زينب في القاهرة البالغ عددهم حوالي 150 ألف نسمة قد نجوا من ويلات وباء الكوليرا الذي تفشى عام 1882 بفضل ترددهم بانتظام على عيادته واستخدامهم لدواء معين نجح ذلك الطبيب في تركيبه. وبالتالي وعلى النقيض من السلطات الطبية البريطانية في الهند، لم يؤسس مسؤولو الصحة العامة في القاهرة ولا القائمون على إدارة المؤسسة الطبية في البلد ككل، لم يؤسسوا ممارساتهم على إيمان قاطع بوجود اختلاف جذري أو غيرية مطلقة لدى المصريين. وأخيرا فإن السياسة الحضرية التي تم تنفيذها في القاهرة في القرن التاسع عشر لم تقم قط على منطق التضاد الثنائي الضيق الذي يهدف إلى حماية جيب كولونيالي معزول من عن حشود الجماهير المريضة القادرة غير القابلة للإصلاح على حد وصف الأطباء الكولونياليين الأوروبيين. يمكن لنا الآن في إجابة عن سؤال عما إذا كان الطب الذي درس في مدرسة الطب المصرية أي قصر العيني طبا كولونياليا، يمكن لنا أن نؤكد أن هذا الطب لم يكن كذلك. فبالرغم من أن مؤسس المدرسة كان فرنسيا، إلا أنه كان موظفا في الحكومة المصرية لا الفرنسية، وكان هذا الطب يدرس بالعربية لا بالفرنسية، وكان إضافة لهذا موجها لخدمة جموع سكان البلد ولم يكن قاصرا على خدمة الجاليات الأوروبية والعناية بصحته. وأخيرا لم يكن هذا الطب قائما على فلسفة تنظر للمصريين كشعب قاصر غير مؤهل لحكم نفسه بنفسه، بل يتضح من مناهج التدريس في قصر العيني مدى تأكيد المدرسين المصريين الوافدين من بعثاتهم لفرنسا على قدرة إخوانهم في الوطن على التحكم في شهواتهم والعناية بصحتهم. شكرا لكم، شكرا جزيلا.